السلام عليكم إخواني أخواتي، نتمنى تكونوا بأتم الصحة والعافية وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. اليوم غادي نقدم لكم وصفة صحية مميزة لأصحاب السكري الكيتو دايت السيلياك، لأنها كيك بدون سكر، بدون خميرة كيماوية، بدون دقيق مصنع، وأيضا بدون لاكتوز. والمميز ايضا في هذا الكيك باننا غادي نحضروه فقط بالخميره البلديه اللي سبق لي وحضرتها معكم فيديوهات سابقه اللي حضرناها بالارز الكامل، غنخليها لكم في صندوق الوصف. الان نمر المقادير وطريقه التحضير ونقول بسم الله على بركه الله. فاول حاجه غادي نحضروها هو حليب اللوز الغني عن التعريف، اللي غادي نحتاجوا ليه كاس من اللوز اللي نقعته مده 12 ساعه، يعني ليله كامله عندي فقط كاس من اللوز. اللي كنعرفوا بان حليب اللوز عنده الكثير من الفوائد، لانه كيساعد على التحكم في الوزن، كيحافظ لنا على صحه القلب، كيحافظ لنا ايضا على صحه الجلد، وايضا كيحافظ لنا على صحه العظام، كتكون يعني كثيفه وقويه لانه غني بالفيتامين دي تي، وكيحافظ لنا على مستوى السكر في الدم، كيساعد لنا على بناء العضلات، وايضا ما نساوش انه كيسهل عمليه الهضم وهو بدون لاكتوز. فهاد اللوز هذا غادي نديرو في الخلاط الكهربائي، وغادي نضيف ليه 4 كؤوس من الماء، وغادي نطحنهم جيدا بهذا الشكل هذا. يعني بالنسبه لهذه الطريقه راه سهله جدا، اي واحد يقدر يحضر حليب اللوز في المنزل ديالو. كناخذ واحد الوعاء كنديروا عليه واحد المنديل اللي هو نظيف، وكنبداو نعصروا في هذيك الكميه اللي حصلنا عليها جيدا، تنستخرجوا جميع العصاره. العصاره اللي غادي نحصلوا عليها هي حليب اللوز، كما كتلاحظوا كيكون على هذا الشكل هذا، كيجي رائع جدا بالنسبه لحليب اللوز، احسن مذاق فيه، احسن من حليب ديال الصوجا وحليب الارز اللي كنعرفوا. غي جربوه ان شاء الله وغادي تبداو تحضروا به الوصفات ديالكم بالنسبه للاشخاص اللي عندهم مشكل مع اللاكتوز. هاد الكميه هذه اللي خرجت ليا فغادي ناخذ منها فقط واحد الكاس من حليب اللوز، وهو اللي غادي نضيفه على مكون اخر اللي هو التمر. التمر اللي هو غني عن التعريف، هو اللي غادي نعوضوا به السكر. غادي نحتاجوا 17 حبه من التمر اللي نزعت ليها النواه ديالها وغسلتها جيدا، وغادي نضيفوا عليها هاد الكاس من الحليب ونخليوه جانبا. بالنسبه للحليب المتبقي كنحتفظوا به جانبا، نحضروا به وصفات اخرى، او يمكن فقط تشربوه هكا وتقدموه للاطفال ديالكم. نشوفوا المكونات الاخرى ديال الكيك. بالنسبه للمكونات الاخرى فغادي نحتاجوا الملح، دائما كنستعمل ملح الهيمالايا. سنحتاج ايضا ملعقه كبيره من قشور البرتقال اللي دائما كنحضرهم، كيبقاو عندي في الثلاجه كنحضرهم مع هذه الوصفات ديال الكيك. ملعقه صغيره من بيكربونات الصوديوم، وايضا عندنا 3 ملاعق كبيره من عسل النحل. ايضا سنحتاج ل4 بيضات كامله، وسنحتاج لكيس من الكاكاو. وبالنسبه للمكونات ديال النواشف غنحتاجو كاسان من دقيق الشوفان، طبعا الشوفان كيكون خالي من الجلوتين، وغادي نحتاجو كاس من دقيق اللوز، وسنحتاج لنصف كاس من الزبده البلديه كتكون صحيه اكثر، والنصف المتبقي ديال الكاس زيت نباتي، والخميره البلديه بالتاكيد. غادي نحتاجو ايضا واحد الكاس من الخميره البلديه اللي حضرتها معكم بدبس التمر ودقيق الارز البني. دائما غادي نخلي لكم الوصفه في صندوق الوصف. فبالنسبه للمراحل باش نحضروا الكيك ديالنا، فاول حاجه غادي ناخذوا 4 بيضات، غادي نضيفوا لهم قليل من الملح و3 ملاعق كبار من عسل النحل. اللي بغى يدير السكر يدير السكر، انا هنا كما قلت لكم ما غنستعملش نهائيا السكر. هنا بعد ما طحنا المكونات جيدا غادي نضيف لهم التمر مع حليب اللوز وقشور ديال البرتقال اللي كما قلت لكم دائما كيتبقاو ليا وكنخليهم جانبا. هنا بعد ما طحنت المكونات جيدا فغادي نضيف لهم ديك الزبده مع الزيت اللي تقريبا كاس عندنا. من بعد كيولي عندنا الخليط على هذا الشكل هذا، بعد ذلك غادي نبداو نضيفو في النواشف ديالنا بالتدريج. هنايا غادي نضيف كاسان من دقيق الشوفان. بالنسبه لدقيق الشوفان الخالي من الجلوتين راه كيتباع عند المحلات اللي كيبيعوا المنتوجات بدون جلوتين. هنايا كنحركوا المكونات جيدا حتى كتندمج مع بعض، وكنضيفوا داك الكاس ديال دقيق اللوز. يمكن ديروا دقيق الجوز، ديروا دقيق الفول السوداني، كل واحد على حسب المكسرات اللي كيفضل. ومن بعد كنضيفوا الخميره البلديه حتى
تقريبا هنا عندي واحد الكأس ديال الخميرة البلدية. غنخلطوا المكونات جيدا، ومن بعد غادي نضيفوا لهم داك الكيس من الكاكاو، وضروري دائما ما نغربلو هذا الكاكاو هذا باش ما تبقاش عندنا تكتلات في الكيك ديالنا. كنحركوا المكونات جيدا. وبالنسبه لبيكربونات الصوديوم اللي ما بغاش يستعملو ما يستعملهمش، ولكن غادي نقول لكم الطريقه كيفاش تحصلوا على نفس النتيجه. هنايا عندنا بيكربونات الصوديوم، راه ضفت ملعقه صغيره، ونسيت ما قلتش لكم بانني غنضيف ملعقه كبيره من الخل. ضروري في الكيك ديالكم ديروا الخل الابيض، كيعطي واحد النتيجه رائعه. هنايا كما كتلاحظوا خديت المول او القالب اللي غيدخل الفرن ديال الكيك، دهنته بالزبده ورشيته بالقليل من الدقيق، ومن بعد كنفرغ فيه الكميه. انا خليت واحد القليل من الكميه ديال الكيك باش ندير به كيكات فرديه، فقط واحد القليل منه. بالنسبه للطريقه ديال الطهي ديال الكيك، خليته فقط واحد المده ديال 10 دقائق، ومن بعد دخلته لفرن مسخن مسبقا على درجه حراره 180، وبالطريقه العاديه كنطهيو الكيك ديالنا. اللي ما بغاش يستعمل بيكربونات الصوديوم فيخلي الكيك ديالو حتى كيختمر ليه جيدا، ومن بعد عاد كيديرو في الفرن. بالنسبه للكيك ديالنا فمن الفوق فضلت يعني ايضا ندير ليه واحد الكاناش، تقريبا هو ماشي كاناش ولكن صحي. خديت عسل ديال الليمون او عسل النحل، وغادي نضيف ليه الكاكاو، وكيصير على هذا الشكل هذا هو اللي غادي ندير في الكيك ديالي من الفوق. وكان هذا هو الكيك ديالي بعد ما خرجته من الفرن، كيجي ما شاء الله كما كتلاحظوا خفيف وقطني، راه مازال ساخن. انا غادي نحاول ندير فوقه هذا الخليط اللي قلت لكم ديال العسل الليمون مع كيس من الكاكاو. غادي نوزع هاد الطبقه من الفوق بالتساوي، ومن بعد غادي نرشو بالقليل من اللوز، كل واحد على حسب الاختيارات ديالو، انا كنفضلها غير هكا. وكتكون الكيكه ديالنا واجده. كنتمنى هاد الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. كما لاحظتوا كيك اللي هو سهل وبسيط، مناسب لجميع اصحاب الحميه، كيتو دايت، اصحاب السكري، اصحاب حساسيه القمح والجلوتين. ما كيحتويش على السكر، ما كيحتويش على اللاكتوز، ما كيحتويش على الدقيق المصنع، وايضا ما كيحتويش على الخميره الكيماويه. غادي نقطع لكم واحد القطعه من الوسط باش تشوفوا كيفاش داير القوام ديالو. واكيد هذا الكيك هذا غادي تعجب لكم الاطفال ديالكم، وفي نفس الوقت غادي تعطيهم حاجه اللي هي صحيه ومقويه ومغذيه. بالنسبه لهذا الكيك هذا فانا كنتقاسمه مع جميع افراد الاسره ديالي، لانه كيعجبهم كثيرا، وكيجي ما شاء الله لا فرق بينه وبين الكيك المعتاد اللي بالجلوتين. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وتجربوا هذه الوصفه هذه وتردوا عليا في التعاليق. اتمنى لكم دائما دوام الصحه والعافيه، ولا تنسوا ان صحتنا في حميتنا. اترككم في امان الله، الى اللقاء.